اليو آب هو منصة إلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتعتمد على aggregating أو إدخال متاجر عدة في البحرين. هذه المتاجر تقدم شتى الخدمات بحيث أن احنا نتمكن الفرد في البحرين أن يوصل لهذه الخدمات بشكل سهل ويسير. طبعا الأهواء اللي يميز المنصة الإلكترونية هي الرأسيات التجارية اللي موجودة فيها. هناك 6 رأسيات تجارية. هناك الأهواء الرأسية التجارية الأولى اللي تخص الطعام، اللي من خلالها الأفراد ممكن أنهم يطلبون وجباتهم على أي مطعم يحبونه موجود في التطبيق. الرأسية الثانية هي فيما يخص الطلب على الهدايا والورود. الخاصية الثالثة هي فيما يخص، أو الرأسية الثالثة هي عملية اللي هو الطلب على المواد الاستهلاكية من السوبر ماركت وغيره. الخاصية الرابعة هي فيما يخص طلب المنتجات اللي متوفرة في الصيدليات أوكي في البحرين. الرأسية الخامسة هي تختص بالإكسسوارات اللي الفرد البحريني يحب أنه يقتنيها لتعبر عن ذاته. الرأسية السادسة هي تختص بالأزياء والموضة أوكي والثياب اللي لها علاقة بالرجال وبالنساء بالأولاد وبالأطفال. ابتدينا ان احنا نطور اللي هو علاماتنا التجارية الخاصة فينا أوكي، بالتعاون مع بعض المصانع اللي موجودة في أوروبا وفي تركيا. اختيارنا إلى التوظيف أو العمالة في الشركة يكون على حسب الخبرة، على حسب التعليم، على حسب شلونهم يناسبون الشغلة نفسها المنصب. يعني أكبر قسم يحتوي على المرأة طبعاً يكون الفاشن فيرتيكال، وعندنا الماركتينج ديبارتمنت.